بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نقرأ دعاء الفرج أولا ثم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه يا الله وليا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى جميعنا أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك ضج إلى الله أن تجعلني من عتقائك. سلوا حوائجكم وخصوني بدعائكم. ادعوا لبعضكم البعض، ادعوا لإمامكم صاحب الزمان بتعجيل فرجه بشفاء المرضى، من لم يذكرهم ذاكر أن تنزل عليهم الرحمة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، أحسن خواتيم أعمارنا، لا تفرق بيننا وبين العافية أبدا ما أبقيتنا، وعند وفاتنا إذا توفيتنا. ضعوا المصاحف على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 من أريد الهم عني انجلي، أرفع جفوفي ونادي، من أريد الهم عني انجلي، أرفع جفوفي ونادي، بعلي، 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 بفاطمة، 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 بالحسن، 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 بالحسن،
بالحسن بالحسين بمحمد بن علي بعلي ابن موسى بالحجة يا صاحب الزمان يا يوسف الزهراء جئنا إليك ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا سيدي هذه ذنوبنا بين يديك سأل الله تعالى لنا أن يغفرها لنا عاجلا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا ووالدينا وأحبتنا من عتقائه من النار اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى
في هذه الساعة وفي يا الله وليا وحافظا وقائدا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه برحمتك يا أرحم. سلوا حوائجكم وخصوني بدعائكم. قضى الله حوائجكم جميعاً.